يتواصل العمل على قدم وساق لتطوير القرى والتوابع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة القليوبية. مراسلة دي ام سي مريم جمال رصدت لنا آخر التطورات بقرية طحنوب. نعم، تحياتي لكافة مشاهدي قناة دي ام سي الكرام. بالفعل الآن موجودة في محافظة القليوبية، تحديدا في قرية طحانوب، يمكن ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تم إنشاء العديد من المشاريع، منها المشروع اللي أنا أتواجد به الآن وهو محطة معالجة المياه، وهو من أكثر وأهم المشاريع. وللمزيد من التفاصيل ستطلعها علينا الأستاذة هبة سعد، المنسق الميداني لحياة كريمة بالقليوبية. بعد التحية أستاذة هبة، لو تطلعين على المزيد من التفاصيل حول هذه المحطة. أولا مشروع حياة كريمة هو مشروع كبير، لأنه هو مشروع رئاسي بيمس حياة المواطنين جميعا، وهيفضل يذكر لأجيال وأجيال. المشروع اللي احنا موجودين فيه حاليا هو محطة معالجة بقرية الكوم الأحمر في الوحدة المحلية طحانوت. القرية دي على مساحة 5 فدادين، والوحدة المعالجة دي بتخدم حوالي 7 قرى. احنا كان عندنا مشاكل في الصرف الصحي في قرى محافظة القليوبية، وبالأخص قرية طحانوت. القرى هنا ما كانش فيها صرف صحي، لان كان في حوالي عشرات السنين كانوا بيحاولوا هم يدخلوا الصرف الصحي، لكن مع بعد المسافه ومع بعض العوامل التانيه زي البنيه التحتيه وسوقها ما كانش ممكن ابدا ان يبقى فيه محطات للصرف الصحي. لذلك كان الاسئله الكثيره او الطلبات من المواطنين او سكان اهل هذه القريه كانوا بيطلبون محطه معالجه مياه. احنا في البدايه خالص كنا بنعمل حوارات مجتمعيه، ومن ضمن الطلبات اللي كانت الناس بتطلبها كان هو الصرف الصحي، لانه فعلا بيسبب ازمه كبيره جدا لعدد كبير جدا من المواطنين. وبالفعل تم تلبيه نداء اهالي القرى هنا، وبالفعل تم انشاء محطه معالجه الصرف الصحي. هي بتخدم حوالي 7 قرى، وهي نسبه التنفيذ بتاعها حاليا حوالي 95%، وهتبقى تقريبا اول محطه يتم تسليمها هنا في مركز شبين القناطر، بتكلفه حوالي 131 مليون. والمحطه دي هتخدم القرى وكمان ما يجاورها او ما يحيط بها من عزب، لذلك هي محطة مهمة جدا. يعني هذه المحطة مش بس بتخدم هذه القرية بل والقرى المجاورة. حوالي 7 قرى مجاورة. مش بس كده، ده كمان في عندنا ايدي عاملة بتشتغل في المحطة، الايدي العاملة من المناطق برضو المجاورة والمناطق المحيطة. يعني هي كمان بتحل ازمة لاهالي القرية اللي موجودين هنا، هي بتوفر لهم فرص عمل، وكل واحد حاسس ان هو بيخدم قريته بيخدم بلده، فبالتالي شغالين فيها على اكمل وجه. بالنسبة لمبادرة حياة كريمة قبل انشاء هذه المحطة وبعد انشائها. قبل المحطة كان عندنا مشاكل كتير جدا في الصرف الصحي في المنطقة، كنت تمشي في الشوارع تلاقي فيه مية في الأرض، كان في عندنا مشاكل في إن الخزانات دايما كانت بتتملي، الناس ما كانتش بتعرف تطلق مية، الناس ما كانتش بتعرف تستخدم غسالات، لكن حاليا بدأ يبقى فيه صرف صحي، فالناس بدأت تطمن وتحس إن كل حاجة دلوقتي بتمس الريف المصري، كان عندهم طلبات كتيرة وحاسين إن كل طلباتهم دي مرة واحدة بدأت تجاوب. من حيث بقى صرف صحي او من غاز او من مدارس او من صحه او من تعليم او حتى مراكز شباب. فالمشروع ده من اضخم المشاريع اللي موجوده عندنا، وده مشروع الناس كلها بتترقبه وبتتمنى ان هو ينتهي على خير علشان يبقى عندهم الصرف في اقرب وقت. طبعا بشكرك شكرا جزيلا لضيفتي الكريمه هبه سعد، المنسق الميداني لحياه كريمه بمحافظه القليوبيه. يمكن هذه كانت اهم وابرز التفاصيل لدينا، واليكم في الاستوديو.